وخبره. لما دخلت مع اللي قد مين اللي قدي والاصغر شويه بقيت انا بقى زي الكابتن بتاعه. فبقى اسف في محمد فراج ومحمد سلام ومحمد ممدوح و ما شاء الله انتوا كمان كلهم شاطرين جدا كلكم دفعه خطيره. فكنت وسطيهم انا مبسوط جدا. ليه؟ لان بتعلم من شبابهم داخل عن 29 سنه 30 وهم لسه في اول العشرينات. انا اكبر منهم 7 8 سنين معظمهم. فكانوا لسه خارجين من الكليه بقى بحماس الشباب. فبدات انا اوصل للروح دي وهم خدوا من حته الخبره ان انا بعرف اكتب وارتجل والمسرح القديم والبتاع. فكنا مبسوطين جدا ان فطلعت قهوه ساده في عظمه يعني. فالحمد لله. طب قول الو. الو الو ازيك يا اتش؟ زي يا فيزو. دي ليلى. ازيك يا لولا؟ عامله ايه يا ليلى يا حبيبتي؟ ازيك يا لولا؟ ازيك يا قمره؟ ازيك يا نوشة؟ وحشتيني. وانت يا حبيبتي والله معانا حبيبك. دي حبيبه قلبي. ايوه هشام حبيبي هو زوجي السابق. ده ايه ايه ده؟ لحسن الناس تفتكر اتجوزنا بجد في المسلسلات. في المسلسلات. لا الناس تفتكر بجد يبقى عايزين علاج بقى. مره مراته يلا بقى. انتوا كمان اشتغلتوا في الكبير مع بعض؟ ايوه طبعا طبعا. يا لهوي على اللي انتوا كنتوا عاملينه في الكبير. انتوا السنه اللي فاتت في القمر اخر الدنيا كان ابني. كانت حماتي. حماتي. ايوه حماتي. حماتي ولا امي؟ ازيك؟ امك. انت مش انت ام الروحيه لينا كلنا يا ليلى. يا لولا قولي لي هشام في جمله كممثل انت شايفاه ازاي؟ هشام ممثل قادر على اداء كافه الادوار. صح. الله يخليك يا ست الكل. كمؤلف كمان. الله يخليك. لازم اشكره على حلوه الدنيا سكر. ان شاء الله عندنا فيها يعني ان شاء الله هي هتبتدي النهارده العرض ان شاء الله. ان شاء الله, إن شاء الله يا حبيبتي. ربنا يوفقكم يا رب وعمل مهم. بس انت شاورتي لي انت مؤلف حلوه الدنيا سكر؟ لا هي 8 حكايات كل حدوته 5 حلقات. تمام. فانا مؤلف 5 منهم. بجد؟ ليلى بتمثل فيها. وانا من 5 يا حبيبتي. يا ليلى ليلى بتمثل فيها دور حلو قوي. انت تزودي كل مكان تكوني فيه والله العظيم يا ليلى. حبيبة قلبي. حبيبة قلبي. ربنا ما يحرمني منك يا رب. الله يخليك يا ليلى. واشوفك على خير ان شاء الله يا حبيبتي قريب. وسلمي لي على مريم عبد الرحمن. حاضر. يوصل يوصل يا حبيبتي. اشكرك. استاذ عماد من فضلك. طبعا. اشكرك يا حبيبتي. اشكرك جدا. شكرا شكرا يا ليلى نورتينا. استنى شكر ليها جدا والله. لولا بتقولي ان انت كمان مؤلف ما شاء الله. الله يكرمها. هي والله من اول الناس اللي يعني فرحت بالموضوع. هو اقول لك كريم ابو ذكري المنتج كان بعت له مسلسل من فتره. انا بكتب من ايام قهوه ساده وقبل قهوه ساده والله العظيم. من ايام الجامعه بقعد امسك المسرحيه اعمل لها دراماتورجي سريع كده تك 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 احول الكلام بالذات نصوص القديمه. انت عارفه تربيت لا وانت تربيت على البخار زي ما بيقولوا اللي هو كده. اللي هو في الجامعه اصل مسرح الجامعه ده صح يعني الحقيقه انا بقول ده يعني يوازي الأكاديمية. معسكر إعداد معسكر. نفسي وفني بتبقى 4-5 سنين قاعد في الكلية صح. فأنت تعلمت فكرة بقى أن أنا أمسك نصوص القديمة بالذات. دايما في الجامعة بيعتمدوا على النصوص اللي هي الكلاسيك. فأنا أقوم ماسكة أعمل قلب الحوار معاصر. فاكتشفت هذه المهارة يعني قلب الحوار معاصر. كان الأول يطلبوا مني إيه يعني غير الأرقام بتاعت الفلوس باعتبار مثلا رقم شقة إيجار 3 جنيه مثلا. فأنا عامل حاجة معاصرة. أيوه. لقيت نفسي وأنا شغال في الحاجات البسيطة لقيت عمال أغير الحوار كله لمودرن مودرن مودرن. طب ما إحنا هنتكلم مودرن النهاردة في مثلا سنة 96 97 الموضوع اختلف عن الستينات طبعا. فبعدين شويه بدات بتهيكل الحكايه من اولها. بداوا الشباب بقى مثلا عايزين نعمل بعد ما اتخرجنا بقى في فرق حره وكده ما تعدل المشهد ده واكتبه كله من اول وجديد. فبدات اقول ده حقيقي ده ايه راكن جنبي انا هعرف اعمل كده. مثلا استاذ توفيق الحكيم همسك مشهد اعيده من اول وجديد انا ازاي. فجاه بجرب ده لقيته ماشي بطريقه ان الناس كمان مش قادره. من كرم ربنا ان انت بتجربه وبتقعد تشوف رد الفعل ده حقيقي. وانت قاعد فبتتعلم لو في اخطاء يعني انت اكتشفت ان دي ورشه حقيقيه جدا للتاليف. ازاي؟ لان حضرتك بتعتمد على نص ادبي ضخم ومهم وبتحوليه لنص معاصر او شكل فني مودرن او بتغير الحوار لطريقه تقدر الشباب تتلقاها وتفهمها. فده في حد ذاته فكره تناول النص الادبي لتحويله لشكل اخر. ده مهاره مش موجوده. دي تدريب مهاره. لان الكتابه مباشره ممكن تطلع اي كلام مباشره. لما تمسك نص ادبي دايما حتى في الاوسكار في المأخوذ عن افضل نص ادبي لازم يكتبه بيزد اون عن روايه كذا. ده مهم جدا. عشان كده اللي بيكتبوا للسينما معظمهم دلوقتي لما يجي يكتب مباشره ما عندناش استاذ وحيد حامد. لا. ما عندناش. ان هو الراجل بيكتب روايه مباشره كانها روايه يعني سينما نص سينمائي روائي. طب انت المجموعه بتاعك الخمس حلقات هيبتدوا امتى؟ ان شاء الله ما عنديش فكره. بلس. مش مشكله. طب احنا لازم نعرف طبعا. انا عندي تمثيل هيبدا النهارده. انت يعني انت بتمثل كمان؟ عندي 5 تمثيل. تمام. بالمره بقى لقوني معدي معايا لا يلا لا هم يطولوا يا حبيبي. الله يحفظك. لا والله والحقيقه الله يخليك. هو انا بحب الدور جدا اللي هيظهر النهارده ان شاء الله على الشاشه ده.
لان انا هنا اولا شخصيه لطيفه جدا جدا، وهذا السن مش موجود عندنا في النجمات. هي قطة قوي قوي، والنجمات ما عندناش بره في امريكا عندهم السن ده اللي هو جمهوره من 16 ل 25 30، من قبل كمان هنا جمهورها من 13 ل 14 سنه اطفال، يعني من وانت اول ما يستوعبوا الدراما من 10 لحد معاكي 30 سنه. فالسن ده ما عندناش نجوم ليه كتير، اللي هو بيقدم ده بس. أيوة. السن ده بس ما تطالبهاش باكتر من كده، لانك مش هتلاقي، يعني مش هتلاقي نكد وجواز وطلاق، خليها تتطور براحتها. انا بقول انها فيها بدايات ياسمين عبد العزيز كتير يعني. يعني ياسمين طبعا حبيبتي في مرحله اكبر سنا شويه، فابتدت هنا انا بنافقها شويه ساعات، اقول لها انت نجلاء فتحي بس لما تكبري يعني عندك السنس ده تقدري تعملي بقى النكد قدام وما المواضيع المتنوعه قصدي. لكن هي كشاب لطيف عندنا، فاخترت لها فكره ظريفه لايقه على سنها. كان كريم ابو ذكري المنتج كلفني، بعت له مسلسل من فتره طويله فيه حاجات، فهو وخلاص ولا عشان ده صعب تكلفته كبيره العادي بتاع اي مشروع مش هينفع. جه هو بيحضر حاجة فقال لي عندنا فكرة غريبة كده، هنعمل كل خمسة حكاية، فتكتب حكاية من دول. كل ما اعرض عليه فكرة يقول لي مش هي، مش سن هنا، مش دي، مش عارف. حد ما وصلنا لفكرة ظريفة. الله الله الحمد لله. ومجرد ما انطلقت في كتابتها هي جابت بعضها. الله اكتشفت ان انا اسمح لي اتصل بيك بعد ما اتفرج عليهم، انا هعرف اكيد. هي القصة بتاعت اسمها لا سحر ولا شعوذة. طب حلوة. وهي الحدوتة بتاعت هنا، يعني هي وليلى هم عيلة عندهم قدرات سحرية. هشام ربنا يكرمك. الله يكرمك. وعايز اقول لك ان انا من احلامي امثل قدامك. ده شرف ليا يعني. والله العظيم. لا 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 ما استفيد من خبراتك العظيمة. لا انا بحب العب مع شطار. الله يخليك. الله يخليك. ربنا يكرمك يا هشام ويزيدك ونشوفك دايما في اكتر حاجه انت يعني قفت. حضرتك يا رب يعني يا رب. وحضرتك اكتر من اللي بتتمناه. وانت اكتر بكتير. الله ان شاء الله. الله يسعدك يا هشام. يا رب. وبعتذر يعني لو لا 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 بالعكس اي حاجه، انا مبسوط جدا. الله انا طلعت معاكي اصلا على التلفزيون. الله يخليك يا حبيبي، شرفتني وانا استني. ربنا يوفقك. للاسف الفقره خلصت بس